احنا كده ده كان اخر سؤال عندنا بقى، رأي الجمهور في أسامة. نسمع جمهور هيقول ايه ونرجع بعد كده عشان عندنا فقرة انت مين. اتفضل. اسامه عرابي من كتر انجازاته احنا ما نقدرش، مش قادرين نحدد اسامه عرابي مين. كان اساسي في الفرقه وكان بيجيد اكتر من مكان بيلعب فيه. لعيب ما تحسيش بيه، لعيب كبير، ستايل النادي الاهلي وستايل منتخب مصر. اولا اسامه عرابي من ابناء المنيره، وانا من المنيره، واسامه يعني زميل وصديق هو واخواته من الزمن، من أكبر وأجمل الشخصيات في تاريخ النادي الأهلي كابتن أسامة عرابي. أسامة عرابي أولا لما كان لاعب كان راجل بيبذل مجهود فوق الوصف، كان من اللعيبة المؤثرة جدا في نتيجة المباراة. أسامة من النوع اللي له ستايل معين في اللعب، كان لعيب وسط ملعب كويس وحريف، وكانت الكوره او ما لازقه في رجله كان بيمشي الكوره، وطبعا كان متحرك كتير. اسامه عرابي ده من ضمن اللعيبه اللي شاركت في كاس العالم، ومن ضمن اللعيبه اللي هي اشتغلت مساعد مدرب، وكان مشواره في الكوره يعني في عطاء، يعني هو ادى كتير في النادي الاهلي، ولعب وسط عمالقه، وكان هو لعيب يعني كويس، محترف، موهوب يعني. أسامة كنت بشوفه بعناية في النادي الأهلي بيجري جنب الفرقة والفرقة تقع وهو يكمل، وهو مبطل كرة من 10 سنين. اللي يحافظ على نفسه كده مفيش منه في أي رياضة. وأنا كواحد من أعضاء الأهلي ومحبين الأهلي عايز من زي أسامة 100 واحد. كابتن أسامة عرابي طبعا من الجيل الجميل، جيل اللي عملوا تاريخ للنادي الأهلي او ارسوا يعني وكملوا المسيره زيه وزي بقيه اللعيبه المميزه دايما يعني في نادي القرن. ماشي يا مصطفى، ماشي، خش يا مصطفى، العب العادي، والجول العادي، الجول العادي يا اسامه. لعيب الشباب اللي بيطلع حاله كان عربي وبيشوط الصراحه، هو جول، كوره ملعوبه. عارف وفاكر ان كابتن اسامه عرابي ده كان بمصطلحات الكوره يعني هو مسمار الفرقه. اي مدير فني بيجي يعمل اي تشكيل ما يقدرش يعمل اي حاجه من غير ما يحط الكابتن اسامه عرابي في المكان ده، وبعدين يعمل اي تشكيل تاني. فكابتن اسامه عرابي ده ابن من ابناء النادي الاهلي، وعلامه من علامات الكوره، وكان بيلعب في خط النص، لعيب جوكر وفي كل مكان، وتولى قيادات انديه كتيره، بس للاسف ما خدش حظه في قياده فرق من فرق النادي الاهلي حاليا. كان لاعب متميز، مؤدب ومحترم، ولاعب ممتاز الحقيقه، ما عملش مشاكل في الملعب. لا، نموذج مشرف. كابتن اسامه عرابي كان لعيب خط وسط ممتاز، اتمرن كتير في النادي، وهو ابن النادي، وخد خبرات كبيره قوي في النادي، وقعد طول عمره في النادي لغايه ما اعتزل داخل النادي، وكمل من وراه حسام عاشور على نفس النهج. هو كان لعيب خط نص ديفندر ممتاز، يعني خدم النادي كتير جدا. ده كان اسامه عرابي. كابتن اسامه عرابي ده من احسن اللعيبه اللي في النادي الاهلي، واحسن لعيبه اخلاق في النادي الاهلي، وعمره ما عمل مشاكل مع حد، وادى اداء هايل في فتره وجوده في النادي الاهلي. وبعدين انا اعرفه وهو صغير، وهو اخوه امين عرابي من المنيره، ناس مؤدبين واخلاقهم عاليه جدا. واعرف خاله، اسمه خاله صالح، موجود في المنيره لغايه دلوقتي يعني، وهم ناس محترمين جدا، ولعيب كويس قوي، يشرف اي مكان يتحط فيه. أسامة بعد ما سمعت الجمهور وسمعت الجمهور هو بيسألك قد إيه اللعيب لما بيسيب ذكرى طيبة في الملعب الناس بتفضل فاكراه مدى الحياة، مهما الإنسان رحل على الدنيا دي كلها الناس فاكرة له الحاجة الكويسة.
فالنهارده لما الناس دي بتتكلم على اسامه عرابي بالاسلوب الجميل ده، انت من جواك حاسس بايه دلوقتي؟ هل انت راضي على اللي انت اديته وخد المقابل بتاعه من الجمهور؟ طبعا الواحد سعيد جدا بجمهور النادي الاهلي او جمهور مصر بصفه عامه. يعني على مدار 17 سنه الواحد لعب فيهم كان بيحس على طول بالجماهير، وحتى الان ارتباطنا بالنادي الاهلي بنقابل ناس كتيره بتسلم علينا، عشان احنا يعني اذا كنا سيبنا ذكرى كويسه في النادي او حتى بنعمل حتى الان في النادي يعني، فارتباطنا بالجماهير ده شيء اساسي وما نقدرش نبعد عن الجماهير. ومتشكر لكل الناس اللي اتكلمت في حقي يعني حاجه كويسه، واتمنى لهم كلهم السعاده والتوفيق يعني. طيب احنا